مراجعة كتب التاريخ ضرورة مجتمعية من متطلبات العصر الحديث للخلاص من الزيف الذي زرعه المشرعون منذ مئات السنين. لذلك نسترعى انتباهكم ونود إعلامكم بمتابعة محاضرات السيد الصرخي، وذلك ضمن بحث وقفات مع توحيد التيمية الجسمية الأسطوري، والتي يسلط فيها الضوء على رأي التيمية وربهم الأمرد في شكل الكرة الأرضية ونظرياتهم الخرافية الأسطورية، وأيضا على الاختلافات بين الجهمية والمجسمة في رأس الفتنة ومنبع الكفر وقرن الشيطان. انتظرونا يومي الجمعة والسبت وبمحاضرتين متتاليتين، الثالثة والرابعة من آذار لعام 2017 الساعة 8 مساء. انتظرونا على البث الصوتي عبر mixlr.com/alhasani/. كما يمكنكم متابعتنا عبر البث الفيديوي على اليوتيوب www.youtube.com/2alhasani، ويمكنكم أيضا متابعتنا عبر البث الفيديوي على الفيسبوك www.facebook.com/sarki.alhasani/.